إلى جانب أعمال الصغار من العائلة، ضم المعرض منحوتات أخرى مشغولة بعناية، لكنها تجد طريقها لأول مرة إلى معارض الفن، من بينها هذا العمل الذي تعاون في إنتاجه اثنان من العائلة، وكان عبارة عن حفر بالخيوط على القماش. كان في عندنا شغف للفن، احنا بروحنا كذي، فحبينا ندخل في دورة من السيراميك وعملنا هاي الدورة، فطلعت نتائج جميلة، فحبينا ان الاخرين بعد يشاركونا هذا الحب، فقررنا ان نسوي معرض وتم المعرض. الاعمال المعروضة تقريبا كلها من السيراميك، وبعضها اعمال بالتعاون مع حد، يعني مثلا انا تعاونت مع اختي عاشة، انا اللي ارسم وهي اللي تسوي المطبوعات. بنت اختي شوق، انا اللي ارسم وهي اللي تسوي الديزاين، تصاميم الملابس. اما الباقي هاي كلها عباره عن سيراميك. هو عموما الشغف ما كل مره واحده معنا كلنا في نفس الوقت. عاشة مثلا ابتدت قبلنا بسنين، لانها هي متخصصه اصلا اكاديميا، عندها خلفيه اكاديميه في الفن. اما بالنسبه لي انا، ف ابتدت عندي بعد ما قمت بدورة في الريكي. من خلال الريكي والتأمل ابتدت صار عندي حب للرسومات، وابتدت تيني من خلال التأمل. فأنا رسوماتي أسميها رسومات روحانية أكثر، يعني تستوي بدون خلفية أكاديمية وبدون تفكير أو تصميم. مثلا ما أبغي أصمم فكرة وأسوي، وإنما تكون في وقتها، تكون يعني بدون تحضير. أنا من صغري حسيت أني فنانة لأن أمي فنانة، فمن صغرنا كنا دوم يعني نلعب نرسم في كل مكان في البيت، ويعني البيت كان كله موسيقى ورسم. في المدرسة بعدين دخلت في الفن وكنت أسوي اللوحات، بعدين كنت في الجامعة بعد أدخل في الفن، فدخلت في التصميم ودرست في جامعة بارسنز في نيويورك في أمريكا، وبعدين دخلت في الفاشن اندستري، وكنت يعني كل حد في عائلتي فنان، فكان وايد سهل إن نجتمع مع بعض. فخالتي ترسم وأنا تصميم وأخيط، فقلت ليش ما نخيط كم من يعني ملابس أو شغل، وهي ترسم عليه وأنا خيط عليه فرسمها يعني كأنها خياطة على الملابس. 13 فرداً من عائلة جمعة في دبي حضروا، وحضرت معهم رسالة الفن التي عبرت عن رسوخ قيم الثقافة في مجتمع الإمارات واستمرارها جيلاً بعد جيل. شكلت قيمة التسامح المحور الأبرز في تأسيس دولة الإمارات، وبالتسامح استطاعت الدولة أن تبني علاقات الصداقة والاحترام مع شعوب العالم كلها، وبالتسامح ترسخ الأمن في هذا الوطن الذي يقيم على أرضه بشر من جنسيات متعددة. واليوم تفخر الإمارات بأنها أنشأت وزارة للتسامح، ويقام على أرضها مهرجان هو الأول من نوعه الذي يحمل اسم مهرجان التسامح. التسامح غرس غرسه زايد في ربوع هذه الأرض الطيبة، وإيمانا به أثمر الغرس وأينعت الثمار عبر ما نجده جلياً في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تقام على مدار العام. وكان آخرها المهرجان الوطني للتسامح الذي نظمته وزارة التسامح في حديقة أم الإمارات بالعاصمة أبوظبي. عندما نتحدث عن التسامح كقيمة، وهي من القيم الإنسانية النبيلة ويعني المهمة جداً في حياة كل البشر، هذه القيمة اللي زرعها فينا نحن أولاد أبناء زايد، الوالد الشيخ زايد رحمة الله عليه طيب الله ثراه،
يعني قيمة نأخذها نحن كنهج في حياتنا. فالكل يعلم بأن التسامح هو تقبل الآخر، التسامح هو التبادل الأفكار مع الآخرين حتى وإن كنا ضدهم في الكثير من المعتقدات. يأتي المهرجان الوطني للتسامح على مدى أسبوع كامل في هذه السنة الأولى في نسخته الأولى في نوفمبر في 2018 ليرسخ هذه القيمة سواء عند الأولاد، وهذا البرنامج اللي اشتغلت عليه وزارة التسامح، أو عند الكبار. وأنا دائما أكرر جملة إذا تسمح لي أقولها، أن يعني قيمة التسامح يجب أن تزرع من الطفل اللي عمره 8 سنوات إلى الطفل اللي عمره 80 سنة. يعني عند الاثنين لازم تزرع عندنا نحن هذه القيمة، وبالعكس نورثها لأولادنا تماما مثل ما ورثناها من أجدادنا. هكذا تتسامى القيم للتسامح التي تمثل إحدى أهم مبادئ وطننا الغالي منذ تأسيسه، حيث زرع الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه نبتته ونبتة المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الغالي الإمارات. ليس هذا فقط، ولكن كان يدعو إلى التسامح وتنمية قيم السلام في العالم أجمع. لحظات مشاهدينا الكرام، مع الفاصل ونعاود. عودة من جديد مشاهدينا الأكارم، ولقاء مع ضيفة عزيزة علينا، توجت بجائزة قبل أيام في معرض الشارقة للكتاب. رحبوا معي بالكاتبة المتميزة ريم الكمالي. مرحبا يا ريم. مرحبا بك، شكرا لك أستاذ جمال على هذا اللقاء. كيف الحال؟ أمورك كلها طيبة؟ الحمد لله تمام. بهذه المناسبة العزيزة، مناسبة اليوم الوطني، تحتفل طبعا الإمارات وكل الإمارات بهذا اليوم، في هذا اليوم شو تبغين تقولين؟ شو ممكن تقولين يا ريم؟ فخورة بوطني. فدائما الكاتب، أنا كوني إني روائية أو كاتبة، دائما الكاتب في أي مكان في العالم يقول سقف يأويني ولقمة تكفيني ووطن آمن لأكتب. إذن كله متوفر يعني. فهذا الوطن الذي أمن لي العاطفة والمحبة والعطاء، لابد أن نحافظ على هذا الوطن بكل ما لدينا من إمكانيات نحن كمواطنين. حلو، جميل. مبروك على الجائزة. شكرا. فوزك بجائزة الرواية وصاحب السمو الشيخ سلطان، استلمت الجائزة من صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. هذا شيء بالنسبة لك أظني أعطاك شعور إيجابي وشعور استثنائي. طبعا، دائما يعني نحن نقول بأن الروائي هو الذي يصنع الرواية، والروائي هم الذين يصنعون الجائزة. لكن كون أني أنا أخذ جائزتي من سمو حاكم الشارقة، هذا حافز آخر وجائزة أخرى. لماذا؟ لأنه هو الذي يقرأ. يعني دائما من يمنح الجائزة تكريما هو ليس من، مش شرط أنه هو قرأ الأعمال الذي يمنحها كجائزة، لكن الشيخ سلطان قارئ كل الأعمال التي تحت يديه، فهذا بحد ذاته يعني حافز. حلو حلو، وهذا حافز لجائزة أخرى إن شاء الله، أو مشروع آخر كتابة رواية راح تحصلين إن شاء الله عليها جائزة. سلطنة هرمز وأيضا تمثال دلما، هاي روايتين أنت كتبتيهم، الرواية الثانية طبعا فزت فيها بالجائزة. كل توجهك للتاريخ، إيش معنى؟ هذا ما يقولون لي، أن أنت يعني متخصصة في الرواية التاريخية. هكذا أتت معي، لست متخصصة في الرواية التاريخية، يعني مستقبلا أنا أفكر في الحاضر وربما في المستقبل، لم أكتب بعد يعني، هي أعطوني فرصة بس. فلا أستطيع أن أقول فقط مشروعي هو الرواية التاريخية، أنا لدي مشروع طويل مع الرواية إذا عشنا. فهناك مواضيع أخرى، مواضيع حديثة معاصرة سأكتبها، ليس من الشرط التاريخي. إذن مش بالضرورة أن كل الروايات القادمة راح تكون مرتبطة بالتاريخ. أنا حرة تماما فيما أكتب يعني في مواضيعي. في رأيك ليش الكاتب يلجأ للتاريخ؟ أحيانا يلجأ للتاريخ لأسباب كثيرة.
احيانا يعني انا احب احط اضع شخوصي في زمن بعيد، وهذا الزمن يكون بقدر الامكان يعني في احداث كبرى. انا لا اعظم الاحداث في الروايه، انا اعظم يعني الانسان اهم عندي من الحدث. حلو. لكن دائما الاحداث المنسيه مغريه لوضعها في الروايه. ممكن الشخوص يضعها في رواية في أمكنة حديثة، لكن يعطي التاريخ يمنح زخم أكبر وثقافة وأبعاد للحكاية نفسها، فيعطي ثقافة. تبحثين عن الصعب إذن أنت؟ ممكن وعن الأمكنة المنسية أو الأزمنة المنسية، الأمكنة المنسية، الإنسان المنسي. حلو. تمثال دلمة، شو حكاية الرواية هذه؟ حكاية تمثال دلمة هو البطل نحات ينحت تمثالاً، طبعا في زمن بعيد جدا قبل الأديان الثلاث، في منطقة الخليج على السواحل في جزيرة دلمة. وذهبت إلى هناك لأن النحات الآن ينحت فنا، ينحت تمثاله فنا، بينما في العصور السابقة ينحت تمثالا فنيا، بالإضافة إلى أن تمثاله يرمز إلى كواكب أو آلهات معينة ليعبد دينيا. نعم. فهو حينما يصل إلى العين يتوقف، يقول أي عين أضع على آلهتي؟ عين المغفرة، عين الرحمة، بأي عين يجب أن تنظر لي آلهتي؟ بأي عين العابد ينظر إلى معبوده، والمعبود إلى الذي يعبده؟ هي الحكاية تبدأ من هذا المنطلق، وتأخذ الرواية بأبعادها حجاً ودراسة وكذا. أنا ذاك الحج كان في دلمون، والمبتعث اللي لازم يدرس الكهانة مثلا او النحت يذهب الى اوروك اللي هي جنوب العراق، وهي قريبة من البصرة وبالتالي على الخليج، يعني قريب منطقة واحدة. ودائما كنت اقول يعني لماذا نحن نبحث عن الحضارات القديمة في المصرية الإغريقية؟ هي بعيدة جغرافيا عني، الاقرب الحضارة الاقدم والاقرب لي هي السومرية، وأنا لي حضاراتي على الخليج على السواحل، عندي عيلام أينما أحواز، والشمال عيلام، حضارة عيلامية، إيلام وهو أعتقد ابن أو حفيد على اسم ابن أو حفيد سام عليه ابن نوح. وأيضا لدي حضارة دلمون في يعني من فيلكة ممكن نقول لين أبو ظبي. نعم. وبعدها ذلك حضارة ماجان، يعني من الشارقة وهالأماكن ماجان إلى الآخر. هذه الحضارات التي وجدت على منطقتنا، يعني جميل أن تضعها في الرواية بين الحكاية. أنا لا أتحدث تاريخاً، بينما لأشاكس القارئ بأن يبحث عن مكانه. حلو. لا أكثر. يعني. حلو، جميل، وإثارة أسئلة أيضاً عند القارئ. جميل. دائماً يعني عادة يسأل الروائي، خاصة اللي يقدم روايات تاريخية، لما يكتب رواية تاريخية هل الموضوع له علاقة بالواقع، مرتبط بالمرحلة اللي نعيش فيها إحنا، ولا بس هي القصد أن تثيرين أسئلة؟ أحياناً تستطيع أنت كروائي أن تختبئ خلف التاريخ لتقول ما تريد. نعم. يعني في كل النواحي، وهذا جميل، يعطي حرية للكاتب، لأن أنت أينما تبحث عن الرواية في أي مكان في العالم، الكاتب أو الروائي يبحث عن حرية، عن الثقافة، عن التراث، عن الإيمان الروحي، كل هذا ما يناقشه الروائي من خلال الشخوص والأحداث، يعني ليس بشكل مباشر، وهذا جميل. يعني يعني حرية الإنسان مطلوبة، يعني الحرية اللي أقصدها حرية الفكرية، حرية التعاطي مع المادة، حرية بكل أنواعها. والحمد لله تكتبين تحت هذه المظلة، مظلة الحرية والأمن والأمان في بلدنا الحبيبة مناسبة اليوم الوطني. ريم، عندك مشاريع، يعني يبدو أن عندك أكثر من مشروع فيما يتعلق بالرواية. أنت أخلصتي للرواية الآن، وشكلك ما تبغين تنتقلين لا للقصة ولا للشعر ولا. لست شاعرة، وإن أحببت الشعر وإن قرأت الشعر وإن يعني أنا لا أكتب إلا بعد قراءة الشعر. لست يعني قاصة. لما تكتبين رواية تقرين شعر قبل؟ نعم. تأخذين شحنات؟ شحنات، معلقات، أقرأ شعر كلاسيك بس ولا حديث؟ لأن فيها مصطلحات عظيمة، يعني تمنحني اللغة، مفردات ولغة ثقة. نعم. حلو. ولست قاصة في الحقيقة، أنا فاشلة في كتابة القصة رغم أنها قصيرة، وأقرأ القصة لكني لست قاصة، أنا روائية فقط، وأحب أن أتفرغ للرواية. حلو. والآن أنت شبه متفرغة صح؟ أنت تعملين؟ أنا أعمل، لا لست متفرغة، أنا أعمل
عندي أسرة، عندي وظيفتي اللي هي عندي صفحة في جريدة البيان، صفحة أمس واليوم مسؤولة عنها أسبوعيا، يعني فكرا جهد وإخراجا وكل المسائل اللي فيها، زائد مقال أسبوعي، زائد عندي بعض الحوارات إذا أحببت شخصيات معينة مفكرة أعمل معها حوارات. هذا يعني هو الكتابة الإعلامية الصحفية تمرين جميل، تمرين رائع ويسقلك، خاصة أسبوعي مش يومي، لكن رغم ذلك لا تشابه بين الكتابة الإبداعية والكتابة الصحفية. الكتابة أنا لست صحفية أساساً، أنا دارسة تاريخ قديم ولا لا إعلام، لكن الكتابة الصحفية كتابة يعني لا ليست حرة تماماً إبداعية، يعني هي أنت مضطر أن تواكب القوانين اللي ماشي عليها الخبر، عكس الرواية أنت حر تمضي أينما تريد، تتحدث عن من تريد. صحيح. لكن كلاهما رائعان. إذا أنت عملك الصحفي مش عائق بالنسبة لإبداعك، بالعكس يساهم في 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 قلمك بشكل أو بآخر. يساهم نعم، لكني أتأخر في الكتابة الإبداعية، يعني بدل ما أخذ مثلا رواية سنتين أخذ 3 سنوات 4 سنوات. وهذا شيء صحي، أنا ما أعتقد مشكلة. ممكن، أنا لا أشتكي، أنا أقول يعني يعني الرواية الأولى سلطنة هرمز كم استغرقت؟ 3 سنوات. والرواية الأخيرة؟ 3 سنوات و3 أشهر. حاسبت أنهم باليوم وبالها؟ نعم، بحثا وكتابة ومراجعة، والمراجعة هي اللي تأخذ الوقت الأكثر. معقول؟ نعم، أنا أراجع وايد، أراجع وأنسف. حلو. تنسفين وتعيدين تكتبين مرة ثانية، إعادة نعم. بناء لابد أن أقتنع البداية من النهاية. وهل تسمعين وجهات نظر يعني قبل لا تنجزين روايتك أو أنجزتيها؟ لا أحد يرد علي. كيف لا أحد يرد؟ يعني إذا أنا كتاباتي من الألف إلى الياء مراجعاتي كلها مني، اللهم بعد الانتهاء يقوم مدقق اللغوي. لا خليش من المدقق اللغوي، قصدي فقط ما في شيء، ما تعرضين على ما تعرضين على روائي، ما تعرضين على حد. لاحظت أن الناس مشغولة ويجب أن أعتمد على نفسي، وهذا ما حصل في الروايتين. حلو. مشاريعك القادمة ريم شو مجهزة؟ هو عادة الروائي لا يتحدث عن مشاريعي القادمة، لكن هذه المرة أنا أحب ماذا أقول، مغامرة، مش مغامرة، أحب أن أعرف قدراتي في الرواية اللي هي تسمى النوفيلا. النوفيلا صغيرة اللي بالحجم الصغير. نعم. النوفيلا يعني مكثفة، وكثير من يعني عندك مثلا نوفيلا معروف مثلا لإرنست هيمنغوي الشيخ والبحر، لدينا الجميلات النائمات لياسوناري كاواباتا، لدينا لماركيز ايضا والكثير، ورواية نجيب محفوظ وهي ناجحة. نعم. فلكنها لا تشبه الرواية الطويلة ابدا في ادواتها الفنية، نقول فأحب ان اكتب نوفيلا هذه المرة، وهي هيكليتها جاهزة لكن تحتاج إلى إجازة أخرى من العمل لأنجزها. لتنجزينها. جميل. إذا المشروع القادم راح تكون رواية. نعم، أنا الروائية فقط. ما في. لست قاصة ولا شاعرة. لا أنا قصدي أحيانا مع الخبرات ومع الوقت ساعات الواحد يكتشف عنده مسارات هو ما مكتشفها. يعني يمكن ما كتب شعر بس. نعم، أنا مخلصة للرواية. مخلصة للرواية. هكذا أرى نفسي يعني. خاصة الحين بعد ما حصلت الجائزة. أخذت وقت لأكتشف نفسي، فليس من المعقول أن أغير اتجاهي، لدي مشاريع روائية فقط. حلو. مزيد إن شاء الله من الألق والنجاح. ريم الكمالي، نتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله في انتظار روايتك القادمة، وأكيد راح تكون مختلفة ومتميزة. نتمنى. شكرا لك. نصل إلى ختام فقراتنا لحلقة هذا الأسبوع، دمتم وإلى اللقاء.